يقول شخص وضع مبلغ 20,000 في بنك الربوي، وبعد وفاته جاء أولاده لأخذ المال، وكان المبلغ قد تضاعف إلى 80,000، فهل يأخذون المال وهم يعلمون أنه ربوي، أو يأخذون ما كان في البداية فقط لتجنبوا الإثم؟ ويعني إذا كان الأب يعلم أن هذا البنك ربوي ويعلم أنه يعطونه فائدة ربوية وهو راض بذلك، فالإثم عليه، الإثم على الأب. أما إذا وقد نصح أو بين له إذا كان لا يعلم فالإثم على الأب. أما إذا كان لا يعلم، جاهل فقط، راتب الحكومة أو شيء يوضع هناك ولا يفهم في هذا الموضوع، ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان يعلم أنه ربوي وأنه يزيد هذا المال الربوي فالإثم على الأب. أما بالنسبة للورثة فهو حلال عليهم كله، لأنهم أخذوه بطريقة صحيحة وهو ميراث. وإذاك لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن أناس ورثوا من أبيهم مالا حراما، فماذا عليهم؟ قال: لهم الهناء وعليه العناء. لهم الهناء وعليه العناء، هو يتحمل هذا الذنب وهم لهم الهناء، المال جاءهم بطريقة مشروعة وميراث. ولكن لو تصدقوا عن أبيهم ودعوا له و يعني قدموا القربات لله تبارك وتعالى بنية يعني أن تكون لأبيهم، إن شاء الله هذا من البر.